يريد الله منا في حجنا أيها الحجيج أن نعيش حجنا بأيامه ولياليه بساعاته المعدودة التي تنقضي سراعا حيثما كنا في المشاعر ننتقل من منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى البيت الحرام إلى الكعبة إلى الصفا إلى المروة حيثما كنا أن نملأ ذلك كله ذكرى وكل موضع له ذكره الذي يخصه فإذا أحرمت فخير ذكر تذكر الله به التلبية لبيك اللهم لبيك وإذا كنت في عرفات قال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وتعود معك التلبية قائما وقاعدا مصبحا وممسيا داخلا وخارجا مقبلا ومدبرا قائما وقاعدا وعلى الفراش والنفرة من عرفة إلى مزدلفة إنما تموج بتلبية الحجيج فتضج الآفاق وتنطق المشاعر ويتجاوب الكون معك كله تلبية لله ووحدانية واعترافا يأتي الناس إلى مزدلفة فلا تزال التلبية تصحبهم ولا تنقطع التلبية حتى يأتوا إلى جمرة العقبة فتستبدل التلبية بالتكبير وينتقلون من شعار إلى شعار ومن ذكر إلى ذكر ومن أجر إلى أجر آخر إلى تكبير وتهليل وتحميد فيشتركون في ذلك اليوم مع أمة الإسلام كلها لأن ذاك اليوم يوم عيد والأمة كلها تكبر الله وتحمد الله وتهلل الله والحجيج في منى أيضا يكبرون الله لكنه تكبير حجيج قد غفر الله ذنبهم وتكبير أمة فرحت بوقوفها بالأمس في صعيد عرفات وباتت البارحة في مزدلفة فأتت بكل فرح وسرور ترمي جمرة العقبة لتكمل بقية المناسك طواف الإفاضة والسعي وحلق الرؤوس وذبح الهدي لمن كان متمتعاً أو قارناً كل تلك أعمال نعيشها في ذكر فإذا حلق رأسه قال بسم الله إذا رمى الجمر قال الله أكبر إذا ذبح هديه قال بسم الله إذا طاف عاد إلى ذكر الله ودعائه إذا أتى الصفا والمروة في قمة ذلك يعيش دعاء وذكرا لله عز وجل رحلة الحج كلها تعيش معنى الذكر لله عز وجل وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تصريح صريح بأن القصد من ذلك كله في رحلة الحج وانتقالنا بين البيت الحرام والجمرات وإتياننا إلى تلك المشاعر هو من أجل إقامة هذا المعنى.